اللي رايح حط الجامعة تاني. الناس بتحاول تتخلص بشكل او باخر من النظافه من القمامه هنا بحرقها احيانا احيانا تانيه بان هم بيلقوها في الترع. الجانب الغربي اللي هو مواجه للظهير الصحراوي برضو الناس بجانب المقابر بتاعت القريه بتلقي برضو القمامه هناك. فعندنا مركزين لتجمع القمامه هنا سواء الظهير الصحراوي القمامه او المنطقه بتاعت الترع، والاثنين اصلا بيأثروا على الملف السياحي والملف الاثري هنا في القريه. بيبذلوا جهود كبيره جدا للنظافه، بس للاسف هو احنا ممكن نقول عليها جهود ضائعه لان هنا مفيش حل جذري للمكان. الحمله بتاعت دكتور محمد مرسي بتاع وطن نظيف هنا شباب القريه امتثلوا للموضوع، وبالفعل عملنا يومين الجمعه والسبت اللي قبل اللي فاتوا دول علشان نشيل كميه القمامه اللي موجوده، وبعدها على طول تاني يوم او ثالث يوم تم ازاله الحاجات دي كلها، وبعدها بيومين ثلاثه رجعنا لقينا نفس الحاجات تاني. امبارح كان في حمله تانيه لتنظيف القريه وتنظيف المنطقه، وبعدها بشكل مباشر حتى تاني يوم بتصور كل الحاجات اللي اتشالت رجعت تاني. جوزنا 30 يوم لغايه النهارده، المايه منقطعه عن البلد، مفيش تطهير بيتم لمده كبيره جدا، مع انه على الورق موجود ان اباصير بتتطهر مرتين في السنه في شهر 3 وفي شهر 9. الكلام ده ما تمش ولا في 3 ولا هيتم في 9. هو العبره كلها بالتعاون موظفي الري بتاع البدرشين مع المقاول المسؤول عن التطهير، انه على الورق بيمضوا وبيخلصوا الاجراءات كلها انه تم التطهير ومفيش واقع ايه ما بيتمش ايه. القريه فيها سطح صحي؟ لا نهائي. احنا في نظامين، نظام ترانش، نظام الترانش ده بيتنزح كل مده عن طريق عربات الوحده المحليه. النظام الثاني اغلب البيوت، ودي مشكله كبيره جدا، بترمي في الترع، اما تصرف على الترع تصرف مباشر، واما بتشيل حاجه خاصه بيها وتلفها ترعة الري. جزء المشكله متراكمه احلنا حق كبير هنا في البلد دي، حقنا خالص والله. عايزينه، انا عندي اولاد، عندي واحد رجله كانت رايحه ورجله والتاني رجله وايده راح، وعندي واحد مات، يعني ما عنديش حد خلاص. اه والله، وماليش معاش، عندي مركب اه بس مركب ما هو مرمي. انا 50 سنه في البحر، مش عارف رحت البحر لسه جاي من البحر مجمد. والله مجمد، حاجه غريبه والله. ده مجمد جاي من مزارع، وجاي من السيل، جاي من المغرب، اللي جاي من تونس، واللي جاي جمبري من الصين، وجمبري من الهند، بينزل هنا بمصر وغرقين بمصر. ما احنا عندنا امن غذائي اهو، ما شاء الله على المكس، نمره واحد في الامن الغذائي طول عمره. السردينيه مشهور قوي في السرديه طول عمره. كان معلش الفريق يجي بيرمي بخمسة جنيه كده، اما ابص اديها له تاني والله. ما 5 جنيه يعني روح هات بيها بقى وادي له بلاش، وده كان بيدي بلاش، كلنا كنا بنطلع لله. لازم يعني كله كان بياكل. دلوقتي انا صاحب مال مش عارف بصياد، مش عارف اجيب كيلو، مفيش، مش موجود. نفسي في الخطوه دي الاول، وبعد كده نفكر في الثاني. الخطوه الاولانيه اللي هي الصرف الصناعي ده، السم ده، احنا بقالنا 10 سنين ما جبنا فيه السمك في البلد. سمك حقيقي، السن ده والله سن. من ايه ده؟ من شركه زي اوبك دي ولا رومبك دي، رميانا سم فعلا والله سم. العيال بينزل ميه يعمل كده يتهرش، يبقى السمك هيجي ازاي حضرتك؟
السمك روحه طبعا البني ادم روحه طويل، ولا السمك ده روحه سياره، ما عادش عندنا سمك. وبعدين دي ولا حاجه، ده بالليل بقى ريحه افظع من كده وميه اكتر من كده، يعني هما دلوقتي بيخفوا رمي بالنهار. ويعني هم بياخدوا من المايه دي، المايه النظيفه ياخدوها يبردوا بيها ويبعتوها لنا كلها سم. في الوقت ده من السنه حضرتك ما يعني المفروض المراكب اللي حضرتك شفتيها وانت داخله دي كلها ما بتقفش، يعني المفروض الوقت ده المفروض ان هي بتبقى كلها في البحر، ياخدوا المايه يستفادوا بيها نظيفه ويرجعوها لنا مش نظيفه. السمك بيموت، الاطفال بتتبهدل، امراض جلديه. واحنا رحنا اتكلمنا مع اداره الشركه على المايه دي اللي بتنزل دي، قال لك المايه دي احنا تعاقدنا مع شركه الصرف الصحي ان هي تتخلص من المايه دي، بس تتخلص منها بطرق سليمه، ان هي تاخد المايه دي تعمل لها معالجه وتترمى في الصحراء، تترمى في اي حته. ومقابل ده هم عاملين معاهم تعاقد ان هم بياخدوا مبلغ سنوي 1,000,000 جنيه، ده اللي احنا سامعينه، والله اعلم الكلام ده صحيح، هو معناش ورق بيه ولا معانا اي حاجه، بس ده كلام ناس من جوه من قلب الشركه. بنستوردوا درجه كميه من السمك رهيبه. انا باكل مجمد، والله باكل مجمد، سمك مجمد من الهند ومن الصين ومن والله ما فيها سمك. كان السمك ده نقومه في النهار، والله العظيم يا رب انت شاهد عليا نعمله كده نشلبه بالسمك من كتر في الحته دي، ولا سمك والله ولا سمك. احنا بقى ربنا سبحانه وتعالى بقى يتولانا. وبعدين المفروض بعد الثوره دي الناس يبقى في حق الله بقى، يبقى في حق الله. احنا وقفنا في الثوره في عز الثوره حرسنا البترول اللي هو ضررنا، يعني احنا بينا واقفين كلنا منطقتنا كلنا دايره حوطه السور البترول من هنا لغايه مرغب، واخد بال حضرتك، وحاميناها عشان الارهاب والقرف ولا واحد يضرب عيل يضرب حاجه في البترول، وحاميناها اللي هو ضررنا. انا واخد سكينه في الحته دي من عيل الله يرحمه بقى وسامحه، بطلت دي ميه دي ارض ربنا والله ما ميه. احنا حق كبير هنا في البلد دي، حقنا خالص والله عايزينه، احنا عايزينه، هنجيبه انا هجيبه باي طريقه، انا لو اتحبست فيها مش مهم، لنا حق كبير، هجيبه باي طريقه بصراحه. تبوك سياره يا مصطفى؟ تبوس لازم تبوس الجواز، امتى تخش الجواز؟